طيب عشان معانا القرعه دلوقتي على الهواء تتنبأت الترجي. انا قلت اتمنى الترجي بس الترجي بس هي الرجاء انا قلت اتوقع الترجي نجرب الترجي. طب نجرب بقى على الهواء دلوقتي كده بس وكل واحد يسحب ونشوف فين الكرات السخنه والحاجات لا الكره السخنه والكره البارده. طيب انت مصمم؟ اه لازم لا استنى لما يسحب الاول هو الثلاثه ماشي ده الثلاثه وانت كده هتطلع فريق غير الفريق دي ده الترجي الترجي يعني ايمن جلبرتو اثبت بايدك اثبت بايدك اثبت بايدك الترجي سحب الترجي استاذ ايمن جلبرتو حط الورقه ثاني ماشي شوف استاذ عبد الحكيم بقى يعني قلب الورقه كده شويه استاذ عبد الحكيم بص ايمن تخصص قرعه من زمان فعارف خلي بالك كلهم راجع ايه الرجاء هي كل واحد بيتوقع ما يتمناه بس الرجاء. عايزين نقول حاجه برضو عشان يعني اكيد الناس هتتناول طبعا كلامنا احنا بنتوقع وبنقول مثلا انا وجهه نظري ان الترجي النسخه دي مش في افضل حالاته يعني مش افضل من نسخ السابقه لكن يبقى ان الترجي التونسي واحد من الانديه الكبيره في افريقيا لما بتلعب مباريات هناك برضو الامور ما بتبقاش سهله لان برضو خلي بالك النغمه بتاعه برضو يعني هم عندهم برضو هم اساتذه في فكره ان ينيمك شويه مغناطيسي طبعا قيمه النادي الاهلي في افريقيا حاجه كبيره جدا لكن هم لما يعني في الوقت اللي زي ده ومحمد من الناس اللي بتتابع بقى الردود شفت تصريحاتهم الاخيره ان هو نبعد نسافر تنزانيا في تصريح للكابتن نبيل معلول طبعا لسه بنحاول نتاكد منه قال لك ايه لا انا عندي الاعب الاهلي او شباب القبائل عشان المسافات قريبه ولا الاعب سيمبا طلع الاعلام التونسي في الاذاعات قال لك يا عم اقطع 8000 كيلو وابعد طيب بس هننتظر كله بكره ان شاء الله بس لا في توضيح صغير احنا مش معناها لما احنا بنقول نتمنى الترجي معناها ان الترجي مثلا لا خالص بس انا عن نفسي عبد الحكيم بحب لقاءات الاهلي والترجي هنشوف بكره كله ان شاء الله في حاجه كان في سؤال النهارده طرحناه على صفحه قناه الاهلي السوشيال ميديا قبل اجراء القرعه غدا من تتوقع ان يواجه الاهلي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا وفي كتير جدا من جماهير النادي الاهلي شاركونا اسلام بيقول ان شاء الله الوداد محمد طيب نشوف على الشاشه احمد بيقول الاهلي لا يخشى احد اتوقع الترجي التونسي حسام بيقول الوداد باذن الله وهنفوز عليهم ذهاب واياب ان شاء الله يا حسام كل سنه وانت طيب حسن مجدي بيقول الوداد الرياضي المغربي وائل عبد الله بيقول الترجي ابو عبد المنعم بيقول الرجاء محمد الترجي الوداد او الترجي ماشي يعني فرقه من المغرب وفرقه ماسك العصايه من النص احمد ده بيهرج مش ما الاهلي لا يخشى احد هنشوف مين سيء الحظ اللي هيقع مع الاهلي هنا كانت الاجابه مختلفه لا ده احنا الفرق الثانيه هي اللي تخشى الاهلي هي اللي مستنيه انها ما تقعش مع النادي الاهلي طيب ابراهيم بيقول الوداد دي اخر تعليق معانا يمكن طبعا الاراء متباينه يا كابتن اسامه